بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده كمان في شبوره مائيه الصبح قد تكون كثيفه احيانا وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. كمان في فرص لامطار خفيفه وممكن تكون رعديه احيانا على مناطق متفرقه من اقصى جنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل اكثر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. هو طبعا احنا بنشهد منذ عدة أيام ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وده بسبب تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات استواء أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، اليوم متوقع أن تكون ذروة الارتفاعات وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. عشان كده الطقس فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة احتفنا به طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس نقدر نقول مائل للحرارة على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده هيكون خلال فترة النهار زي ما قلنا، وتحديدا في فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة. هتظل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اللي هي أوقات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي درجات الحرارة فيها بتنخفض بشكل كبير، صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 21 و22 درجة مئوية. بعض المحافظات زي المدن الجديدة وبعض المناطق زي محافظات شمال الصعيد بتسجل قيم درجات حرارة أقل من 20 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة الليل هتظل أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة بقى في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. ونتيجة طبعا الاستقرار في الأحوال الجوية ووجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة دايما هي الشبورة المائية اللي بتظهر دايما على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية لأنها شبورة مائية كثيفة ممكن توصل لحد الضباب. حد الضباب يعني انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، بتقل رؤية عن 1000 متر في بعض الأماكن، يمكن بتنعدم في بعض الطرق، ومع تكونها بيكون في ساعات الليل المتأخر يعني تقريبا 3-4 الفجر، وبتستمر معانا حتى استطاع أشعة الشمس. يعني تقريبا مع الساعة 8 صباحا تيجي بنلاقي الشبورة المائية بتبدأ تختفي وتبدأ الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع يكون معانا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من أقصى جنوب البلاد زي بعض المناطق من حلايب وشلاتين، بعض الأماكن من المجرى الملاحي وأبو سمبل، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم. وكمان طبعا بتكون قد تكون رعدية أحيانا في بعض الأماكن، لكن اللي بنأكد عليه إن هي مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. احنا قلنا النهارده هيكون ذروه الارتفاعات، غدا ان شاء الله متوقع ان هي تنخفض درجات الحراره، لكن هتعود لي يعني حول المعدلات او هتظل اعلى من المعدلات. عظمى على القاهره الكبرى هتظل 31 درجه مئويه فتره النهار مع استمرار تكون الشبوره المائيه الكثيفه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-22، اسكندرية 29-21، العالمين الجديدة 28-21، مطروح 28-19، ودمياط 30-22، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 34-22، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 33-22، كاترين 28-15، طابة 31-23، حلايب 31-24، شلاتين 33-23، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 34-23.
الفيوم كمان العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف 34 19، الوادي الجديد 38 21، اسيوط 35 18، سوهاج 36 19، قنا 38 25، الاقصر 38 24، واخيرا اسوان العظمى فيها 40 والصغرى 25. مشاهدينا، دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه المنا وشاذلي نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمين.